واستجابة لهذه الأصوات فإنني أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية: أولاً، التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها. طب أقول لكم بس الكلام عشان هتسقفوا ولا ما تسقفوش؟ طيب، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً. ثانياً، زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي: بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها، لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً. بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً. بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً. بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة، لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً. ثالثاً، زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدة عنهم، لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023. رابعاً، رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24000 جنيه ليكون بقيمة 30000 جنيه سنوياً، اعتباراً من أول إبريل 2023. خامساً، زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً، اعتباراً من أول إبريل 2023. شعب مصر العظيم، إن مصر الوطن الأعظم الذي ننتمي إليه وينتمي إلينا، هو منتهى الأمل وغاية الحلم، وأبناؤه الذين واجهوا التحديات منذ أن كتب التاريخ على أرضه، هم وحدهم القادرون على صون مقدراته وصناعة حلمه. وتجرد أبنائه اليوم في حبه سيكتب بحروف الفخر ليقراه الأبناء والأحفاد في الغد إن شاء الله. سنعمل ونعمل مرددين بقوة وعزيمة: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. متشكر جدا. طيب، متشكر جدا، متشكر. أنا خلصت الـ يعني الكلمة المكتوبة.